مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا أثناء النهار، لكن بعد الظهر والمساء هناك غبار وأتربة مطارة خاصة في مناطق البادية والسهول الجنوبية الشرقية والشرقية. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن الكتلة الهوائية الحارة نسبيا بدأت بالتراجع شرقا والتحرك شرقا، وبدأت تتأثر المملكة أو يتقدم أو تتقدم كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى تتقدم من شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة، لتسيطر هذه الكتلة يومي الاثنين وأيام الثلاثاء والأربعاء على مناطق المملكة، وتؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس وواضح على درجات الحرارة. هذا الانخفاض يكون واضحا يوم الاثنين. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء معتدلة لكن الرطوبة النسبية مرتفعة قليلا، وبالتالي ممكن تتشكل الشبورة خاصة في مناطق المرتفعة الجبلية، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، تبقى أعلى من معدلاتها بقليل، العظمى في عمان تتراوح ما بين 29 إلى 31، والصغرى الأجواء بتكون معتدلة أثناء الليل إلى لطيفة، والصغرى بتكون 19 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض واضح على درجات الحرارة، تظهر السحب المنخفضة، بتكون درجات الحرارة حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل، العظمى بتتراوح ما بين 27 إلى 29 في عمان، والأجواء أثناء الليل لطيفة، والصغرى بحدود 18 درجة مئوية. الثلاثاء توالي درجة الحرارة انخفاضها، بحيث تكون الأجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل، درجات الحرارة أقل من معدلاتها ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، وتظهر السحب المنخفضة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 26 إلى 28 درجة مئوية العظمى، والصغرى بحدود 18 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة، المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا، إربد 32-22، عجلون 31-21، جرش 33-22، والمفرق 33-20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى عمان زي ما حكينا تتراوح العظمى ما بين 29-31، والصغرى بحدود 19، البلقاء 29-20، مأدبة 28-20، والبحر الميت أجواء حارة 37-28 درجة مئوية، الزرقاء أجواء حارة نسبيا 33-21 درجة مئوية. أما المناطق الجنوبية أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، الكرك 29-19، الطفيلة 27-18، الشراه أجواء معتدلة إلى لطيفة 24-16، والعقبة أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى 36 والصغرى 25 درجة، ومنطقة معان أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا 31-20 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية والبادية الشرقية أجواء حارة، الأزرق 39-21، الصفاوي 38-21، الرويشد 38-20 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية
والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.